السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عرض جديد من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر، أكبر تشكيلة من الأجهزة الجيمنج بفضل ربنا هتلاقي عندنا. أكبر تشكيلة في الأجهزة الجيمنج الـ HP الأومن الـ HP البافاليوم الأسوس تيو اف، أجهزة جيمنج استيراد فرز أول. النهارده عرض شركة شمس لخدمات الكمبيوتر على جهاز HP أومن استيراد فرز أول بحد الزيرو. HP الأومن الـ 15 دي أجهزة استيراد فرز أول جيمنج يا جماعة. المواصفات بتاعت الجهاز: الكور اي 5 الجيل التاسع 9300 اتش، برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى العملاق الجي تي اكس ال 1650 بيبقى 4 جيجا دي رام 5 وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. طبعا شاشات 15 و6 اي بي اس فول كيبورد، الكيبورد طبعا موديل اوريجينال نور الوان. اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو زي ما انتم شايفين. يعني تاني مواصفاته: الكور اي 5 الجيل التاسع 9300 اتش، برامات 16 جيجا دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت الفيجا 1650 بيبقى 4 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. العرض التاني من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على اتش بي بافاليوم 15. اتش بي بافاليوم 15 اجهزه برضو استيراد فرز اول بحاله الزيرو جيمنج يا جماعه، اجهزه جيمنج حاله الزيرو زي ما انتم شايفين. المواصفات بتاعته: الكور اي 7 الكور اي 5 برضو الجيل التاسع، الكور اي 5 الجيل التاسع 9300 اتش، برامات 16 جيجا برضو دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى جي تي اكس 1650 بيبقى 4 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. بص يا جماعه، اجهزه برضو 15 و6 فول كيبورد، الكيبورد برضو مضيع، اجهزه جيمنج استيراد فرز اول بحاله الزيرو. يبقى احنا كده معانا موديلين ال اتش بي البافاليوم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اجهزه فرز اول حاله الزيرو. كده معانا عرضين: العرض ال اتش بي البافاليوم الكور اي 5 الجيل التاسع، برامات 16 جيجا، هارد 512 فيجا 1650، والعرض الثاني ال اتش بي اومن برضه الكور اي 5 الجيل التاسع، برامات 16 جيجا، هارد 512 اس اس دي، وبرضه فيجا 1650 بيبقى 4 جيجا وبيعلى طبعا مع الرامات زي ما انتم عارفين. وعرض حصري من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر والفتره محدوده ان شاء الله 24000 جنيه لفتره محدوده. الاجهزه استيراد يا جماعه جيمنج فرز اول بحاله الزيرو، الجهاز بيخرج معاه الشاحن الاوريجينال بتاعه، وعرض حصري من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. ان شاء الله استنونا في العروض الجديده، اعمل متابعه واعمل لايك عشان يجيلك كل الاجهزه الجديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.